إبراهيم عضو المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، عضو مكتب الفرع المحلي بمدينة زيو. هرعنا في هذه اللحظة المتأخرة من الليل، الساعة الآن تقارب 12 ليلا، لنفاجأ بوضعية مأسوف عليها يعيش عليها سكان هذا الحي بدوار أولاد منصور. حالة من الهلع، حالة من الرعب، وكأنهم ينتظرون هجوما غير مبرر، هجوم بطبيعة الحال ليس من غريب ولا من جهة معينة، هجوم تقوده السلطة المحلية وبدعم من الجهاز المنتخب جماعة ولاد ستوت. بلغ إلى علم هذا الدوار هذا المساء بأن منازل بنيت وسيتم بناء على قرار أصدره عامل الإقليم سيتم هدمها غدا الثلاثاء. بالإضافة إلى هذا توصلت ساكنة هذا المساء وعددهم يزيد عن 16 بأمر من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور، مفاده أنهم مدانون بمبالغ مالية وهمية، أقول وهمية، تقام من كان سابقا مرشح والمدعو عبد القادر المرابط بعملية نصب واحتيال، وشريكه في هذه العملية رئيس المجلس القروي لأولاد ستوت. كان يبيعهم شهادة إدارية من أجل تمتيعهم بالكهرباء مقابل مليون الفرنك، مليون وميتين. لذلك في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان نعلن مؤازرتنا لجميع ساكنة هذا الحي، ندين حالة الهلع والرعب التي طالت هؤلاء الأطفال الذين يلتفون حولنا هذا المساء. إن ما تقوم به السلطة المحلية نحمل مسؤوليته السيد العامل ديال إقليم الناظور، ونطالبه فورا إلى وقف كل القرارات، وكذلك السيد وكيل الملك نطالبه بفتح تحقيق بخصوص عملية النصب والاحتيال التي قام بها المرابط عبد القادر وشريكه، وأقول وشريكه في ذلك رئيس الجماعة القروية. على أي غدا صباحا سنكون متواجدين من أجل منع عملية الهدم، لأنها عملية انتقائية وغير مبررة وتخدم جهة معينة، المستفيد الوحيد منها هو المرابط. ملف وقضية نقف عليه كهيئة مغربية لحقوق الإنسان، وسنعقد ندوة صحفية في القريب العاجل من أجل اطلاع الرأي العام على كل التفاصيل ديال هذه الفضيحة اللي راه بطلها عبد القادر المرابط وشريكه في التزوير واستغلال عدم القراءة ديال هاد السكان هادو والنصب عليهم وكتابة عليهم بعض العقود اللي هو كيسالهم فيها الدين، ولكن الواقع أنه كان كيبيعهم شهادة ديال الإنارة. لماذا تخلف هذا الحي ولماذا يبيت هؤلاء السكان في العراء؟ هذه الأسئلة سنجيب عليها لاحقا، وأتمنى من السيد العامل أن يوقف جميع القرارات ويفتح تحقيقا في الموضوع ويشكل لجنة للتقصي. نعتبر الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وبالضرورة طرف فيها نظرا لما نتوفر عليه من الحقائق المفجعة والتي لم نكن نتوقع أن مغرب اليوم لا زال يعيش مثل هذه الحالات ومثل هذه الفوضى. الناس في هاد الدوار هذا راهم فوق القانون، وكلتمسوا من السيد العامل يوقف جميع الإجراءات، لأن الإجراءات الزجرية ماشي مفيدة. نطالبه بتشكيل لجنة ديال التقصي والاستماع جميع المواطنات والمواطنين ديال هذا الحي، وبطبيعة الحال غتكون الهيئة المغربية لحقوق الإنسان طرف فيها. بالنسبة لهاد الناس هادو، واحد النداء أنا كنوجهه لكم، غدا في الصباح غادي نكونوا متواجدين، وخاصة هاد الناس اللي عطوني هاد الملفات واللي توصلوا بالتصاريح هذا، وغادي نفضحوهم وغادي نقلبوا الطابلة عليهم. إلا كان الرئيس كيبيع بهاد الشواهد هذا وكان كيستعمل المرابط عبد القادر السمسار ديالو، ما غاديش نسمح له باش يستمر في هاد
وحنا كنجدد التضامن ديالنا مع هاد السكان هذا، وغادي نباتوا معاهم هاد الليله في العراء، وغدا غادي نواجهوا جميع المصير ديالهم غادي نواجهوهم معاهم حنايا. وشكرا.